عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده اخدكم جولة في غاية العنب. احب الاول اهنيكم بالعيد، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وعيلتي طيبة، كل سنة وجيراني طيبين، كل سنة والشعب المصري كله والعالم العربي كله طيبين. دي منطقة غاية العنب، العيد فيها جميل جدا جدا. اخد لكم، هحاول يعني اخد لكم جولة كده في شوارعها على قد ما اقدر يعني. الصلاة عندنا، لأن في مساجد مقفولة مش ما فتحهاش للعيد بصراحة. ده المسجد الجديد اللي على المحمودية عندنا وغاية العنب. Oh.
جميل جدا بصراحة، بس عشان أزمة الكورونا بقى مخليها الناس يعني قليلة شوية في النزول وكده. شارع الطابية زي ما قلت لكم، ده شارع الطابية كده، بصوا اكبر شارع في بيت العنب. ده الشارع اللي كان فيه المحمودية واتردمت، وفي الطريق ورا، وطبعا اتبنى عليها مسجد، واتبنى عليها في تاني حاجات اتبنت عليها، اتبنت عليها برضو، اتبنت على المحمودية برضو. وفي هنا قدام كده حمام سباحة ونادي وكده، يعني حاجات الأطفال، وفي عيادة صحية هحاول أجيبها لكم دلوقتي. بس ده المسجد اهو، بصوا كرسي، لان تقريبا مفيش مكان للحريم، بس الحمد لله يعني قضينا الصلاة وخلصناها الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين. يعني ربنا يرفع الوباء يا رب بقى، وادعوا لفلسطين كمان، ادعوا لفلسطين كتير بالله عليك، وربنا يحررها يا رب. شارع الطابية بقى ده كده اول شارع الطابية. ده كده اول شارع الطابية من على المحمودية كده، من عند المسجد.